شباب بل وازداد، اسم ناد ارتبط مع بداية الموسم المنقضي بالمشاكل والمعاناة. لم يبارح المرتبة الأخيرة منذ الجولة الأولى، فكان أول مرشح للهبوط نحو المستوى الثاني. الحمد لله اليوم دينا الكأس تامنا، دينا الكأس نقية، كنا احنا نلعبوا على هبطنا، الحمد لله صدقنا. قالوا لنا كان هبطوا، أنا ما هبطناش. الشباب دخل مرحلة العودة بمسيرين جدد وبمستوى آخر، فكان المسك ختام، ثمن البقاء ثم تتويج بكأس الجمهورية. تامنا بصحتنا وإحنا مدارين يعني لاكوب تاعنا. النجمة الثامنة التي ترسع سجل فريق أبناء العقيبة تضعه ضمن الفرق الأكثر تتويجاً بلقب السيدة الكأس، وتصنع أجواء الفرحة والفرجة لأيام وأسابيع في شوارع بلخور.